السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلام. مكمل ماس جينر من انتاج شركة نيفوجن. شركة نيفوجن عملت المكمل ده علشان يزودك في الوزن ويزودك عضلات. هل فعلا المكمل ده قوي بما فيه الكفاية علشان يزودك في الوزن ويزود عضلات ويخليك ان انت تتحول حرفيا او بيبقى فيه نتائج ملحوظة؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. زي ما احنا متعودين بنشوف مكونات المكمل، طريقه الاستخدام، فوائده واضراره، فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونكمل. ركز معايا كويس جدا في مكونات المكمل ده عشان مكوناته فعلا جميله جدا جدا. المكونات اللي هنتكلم عنها دلوقتي الاتنين سكوب اللي بيجوا معاك في العلبه او الشكاره بتاعه المكمل بوزن 334 جرام. اول حاجه فيه 50 جرام بروتين و2250 سعر حراري و4.5 جرام دهون و590 مللي جرام من الكالسيوم و375 مللي جرام من الصوديوم، 15 مللي جرام زنك و1560 مللي جرام من البوتاسيوم، في 5000 وحده دوليه من فيتامين A و60 مللي جرام من فيتامين C و10 ميكرو جرام من فيتامين B12، وبالاضافه لمجموعه ب كلها. ومش هطول عليكم الفيديو، بس هناخد اهم الفيتامينات اللي موجودة، وفيهم 8 ميلي جرام من الحديد. دي اهم مكونات المكمل ده. اول فايدة واهم فايدة للمكمل ده ان سعره رخيص بالنسبة لمكملات الجينر العالمية. هو مش يا كابتن المكملات العالمية بتبقى افضل؟ اه طبعا، لان بيبقى فيها مكونات تانية زي الكرياتين، زي البي سي دبل اي، زي الاي دبل اي. فالمكمل ده كلما انت شلت حاجة من المكمل اصبح ان سعره هيقل. بس المكمل قوي لان في نسبة بروتين كويسة جدا جدا، في نسبة كربوهيدرات كويسة جدا جدا جدا، بالاضافة كمان ان السعرات الحرارية اللي موجودة في المكمل ده عالية، يعني هتزيد وزن هتزيد وزن. وكمان الحاجة القوية في المكمل ده ان نسبة الدهون قليلة جدا، تكاد تكون يعني معدومة. ليه؟ 4.5 جرام دهون دي بتبقى موجودة في مكملات ايزوليت من شركات عالمية، فدي حاجة كويسة جدا. وحاجة جميلة جدا في المكمل ده كمان انه فيه نسبة كويسة وعالية جدا من فيتامينات الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والزنك، نسب عالية. فوائد المكمل ده كمان تكمن في نسبة البروتين اللي فيه، هيزودك عضل يعني هتزيد عضل. انت على مدار اليوم بتاخد 50 جرام بروتين مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، وال 50 جرام بروتين دول بتاخد منهم فوق ال 1000 سعر حراري. يعني لو عامل نظام غذائي كويس هتلاقي نفسك بتزيد بسرعة غريبة. طب الشركة دي موثوقة نضمن فعلا ان 50 جرام بروتين دول موجودين؟ الشركة دي عملت مكملات كتير جدا وهنتكلم عنها في الفيديوهات اللي جاية، زي شركة يو بي اي برضو. هنمسكهم بقى الشركات المصرية. لما طلبتوا اني اصور عن الشركات المصرية فهنمسك اهم الشركات المصرية اللي موجودة في سوق المكمل. ويو بي اي ونيفوجن هما اول شركتين او الاكثر شهرة في عالم المكملات او في سوق المكملات الغذائية المصرية. نعمل فيديوهات عن المكملات اللي بتنتجها الشركات دي. بس المكملات ثقة، ما تقلقش خالص. كل التعليقات اللي جات للمكمل ده جت بالايجاب، جت ان فعلا المكمل طعمه كويس، مكمل عمل نتائج كويسة جدا بعد ما خلصت الشكارة، لقوا فعلا ان في تغير ملحوظ وتغير وتطور عضلي مع زيادة الوزن. فما تقلقش خالص من المكملات المصرية. احنا قلنا ان المكملات المصرية رخيصة علشان متشال منها مثلا البي سي دبل اي، متشال منها الجلوتامين، متشال منها الكرياتين. ف عايزين من الشركات المصرية كمان ان هي تبتدي تدخل الحاجات دي في المكملات وترفع كمان شوية في سعر المكمل. عادي مفيش مشكلة، بس كده كده المكمل هيفضل ارخص من الشركات العالمية، لان ده بيبقى عليه جمارك وده ما بيبقاش عليه جمارك. اضرار المكمل، المكمل تقريبا ملهوش اي اضرار، مفيش اي حد اشتكى منه غير بس حاجات بسيطة كده، او اللي عنده حساسية من اللاكتوز، عنده حساسية من الجلوتين، ما يهوبش ناحية مكملات الجينر عموما. افضل طريقة لاستخدام مكمل ماس جينر، اول حاجة هتستخدم سكوب مع الفطار بوزن 167 جرام علشان ما تدهوش منه، على 200 ملي حليب خالي الدسم او كامل الدسم. وقلت لك انا بقول خالي الدسم علشان نسبة الدهون ما تعلاش. خالي الدسم او كامل الدسم زي ما تحب، على 200 ملي، واشرب مع الفطار. جرعتك التانية ال 167 جرام برضو اللي هو السكوب هتبقى بعد التمرين مباشرة على 300 ملي او 250 ملي مية
بعد التمرين مباشرة علشان يبقى فيه سرعة للدخول للعضلات وتملى مخازن الجلايكوجين والكربوهيدرات تبتدي تنتشر في جسمك والبروتين، فتلاقي ان العضلة على طول على مدار اليوم بتاخد في بروتين وكربوهيدرات في حاجة ما شاء الله جميلة جدا ونسب كويسة جدا جدا جدا، ومن الشركات المصرية المحترمة اللي عاملة فعلا مكمل قوي بمعنى الكلمة. بس احنا طماعين عايزين برضو حاجات اكتر، زي ما انا معلقت برضو قلت عايز نسبة كرياتين وعايز جلوتامين وعايز بي سي دبل ايه تخش المكملات. المكملات دي لو دخلها الحاجات دي المكملات ده هتبقى في حتة تانية بالفعل. ده تقريبا كان كل حاجة عن مكمل ماس جينر، ويا رب اكون فدتكم في الموضوع ده. وما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب، تقول لي ايه رايك في الفيديو، تقول الفيديو اللي انت عايز نصوره المرة الجاية، ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.